فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بزيارة هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالصلاة في هذا المسجد المبارك. وذلك أن هذه البقعة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من خير وأفضل بقاع الأرض بعد مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما. وقد فضل هذا المسجد باعتبارات ثلاث اجتمعت كلها في هذا المسجد دون غيره من بقاع الأرض. أحدها ما فضل به المسجد باعتبار مكانه، فإنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضلة مفضلة، وهي حرام محرمة مباركة بسبب دعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالمدينة مباركة في صاعها وفي مدها وفي أفعال العباد فيها، ومن ذلك الطاعات. ومن شرف المدينة أنها محفوظة بحفظ الله عز وجل من الفتن والشرور. ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. وثبت كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة ويتشوق لها وينظر لها ما لا ينظر إلى غيرها. وقد ثبت في الصحيح أعني البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي حرك دابته بسبب حبه المدينة. والأمر الثاني الذي فضل به هذا المسجد أن هذا فاضل باعتباره بيتا من بيوت الله عز وجل، ومسجدا من المساجد، وكل ما ورد في المساجد عموما وفضلها فإنه يدل من باب الأولوية على فضل هذا المسجد المبارك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالله عز وجل يحب المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما أحب الله، والله عز وجل يحب المساجد، وهذان الأمران المحبوبان لله عز وجل اجتمعا في هذه البقعة المباركة الشريفة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذين الفضلين خص هذا المسجد المبارك بفضل ثالث انفرد به على سائر المساجد، وذلك أن هذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل واختيار الله سبحانه وتعالى لمكانه. فإن الله عز وجل هو الذي اختار هذا المكان، وهو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ببنائه. روى سعيد بن منصور في السنن من حديث صديق بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة عندما قدم مهاجرا من مكة، فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت به إلى باب أبي أيوب الأنصاري فاستناخت به، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت به موضع المنبر فاستناخت به ثم تحللت، قال: وللناس ثم عريش يرشونه ويقيمونه ويتبردون فيه.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فأوى إلى الظل فنزل فيه، وأتاه أبو أيوب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحلك إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فذهب برحله إلى المنزل، ثم أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله، انزل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل مع رحله حيث كان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في العريش حتى صلى بالناس فيه 12 ليلة حتى بنى مسجده صلى الله عليه وسلم هذا. وروى ابن سعد في الطبقات في قصة هجرته صلى الله عليه وسلم من حديث شرحبيل بن سعد قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من قباء اعترض له بنو سالم فقالوا: يا رسول الله، وأخذوا بخطام راحلته، قالوا: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك، فقال لهم مثل ذلك. ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك، فقال لهم مثل ذلك، حتى بركت حيث أمرها الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمر بهذا الموضع أن تكون فيها بناء المسجد، وأن يكون فيها منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيت نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة. وهذا يدل على أن هذا المسجد هو المقصود بقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فهو مؤسس على التقوى وبوحي من الله عز وجل، وبناه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعاونه خير الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بنائه. ولذلك كان هذا المسجد مزية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يشاركهم فيه أحد من الأمم قبلهم.